السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية مسح وإزالة حساب فيسبوك من على المنصة بصفة نهائية. نذكر ليست ديزاكتيفي وإنما سوبريمي لو كونت، أي إزالة الحساب وليس تعطيله مؤقتا. أولا نذهب إلى منصة جوجل كروم ونذهب، هذا هو حسابي على الفيسبوك. نذهب إلى هذا الرابط facebook.com help delete account، نضغط على supprimer le compte، ندخل le mot de passe أي الرقم السري، نضغط على continue. تظهر أمامنا بأنه لديك 30 يوما لتسترجع هذا، أي في غضون هذه 30 يوم إذا دخلت إلى حسابك على الفيسبوك سيرفع الإزالة أو المسح، أي حسابك يصبح شغال من جديد. أما إذا تجاوزت 30 يوم بدون الدخول إلى الحساب ستجده نهائيا ممسوح ولا أثر له على الفيسبوك. سوبريمي لو كونت. للإشارة في الرابط المقصود بهذا الفيديو ستجدونه في صندوق الوصف. دمتم في أمان الله.